صراعات في الإقليم. الآن نفسه هو السيد قاعاني لا سمعنا تصريحه يقول إحنا نستهدف إسرائيل في كل مكان، يعني يقصد في كل مكان في دول الجوار وفي العراق وفي أنا أما أنهم لا يستهدفون إسرائيل نفسها، كما أن إسرائيل لا تستهدف إيران نفسها، تستهدف ربما أيضا في العراق أو في أماكن أخرى. حروب النيابة هذه مشكلة نواجهها إحنا بالعراق، حروب النيابة بين الدول، الآن الدول لا تتصارع مباشرة، تتصارع في ساحات أخرى حتى تقلل طيب. خسائرها، وللأسف العراق هو ساحة الصراع. الحكومة الحالية تحاول أن تنجو بالعراق من هذه التشظيات هكذا صراعات، تريد أن يستعيد دوره، لكن هذه مهمة صعبة في ظل عدم وجود اتفاق وطني وتوافق وطني شامل على هذه السياسة. طيب أستاذ طالب، يعني ماذا بشأن التحركات الأمريكية والإيرانية خاصة تجاه الكرد؟ يعني بالأمس دانا إيفر السفير الإيراني السابق يزور إقليم كردستان ويلتقي قادة الإقليم، واليوم جوي هود يلتقي أيضا قادة الإقليم كردستان، يعني وما يصدر من تصريحات من كل الأطراف أنه ضرورة الخروج من الانسداد السياسي وضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت وما شاكل، يعني في أي إطار يمكن أن نضع هذه التحركات؟ الحقيقة هو الإقليم يعني كما الحكومة المركزية دائما يعني واضح مواقف أنه يريد علاقات حسنا مع كل دول الجوار، مع بالذات مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، يعني لا اعتقد ان هنالك اي يعني لم نسمع ولم يعني نعرف اي جهه سياسيه في العراق تريد ان تكون لها علاقات متوتره او تريد ان تستعدي الجانب الايراني، ناقص كل القوى السياسيه العراقيه على اختلافاتها في المجمل تريد انه علاقات طيبه مع يعني مع ايران ومع سوى ايران، لكن العراق حقيقه يواجه يعني هو موقف صعب لأن هنالك صراع محتدم في المنطقة، صراع إسرائيلي إيراني، صراع سعودي إيراني، صراع أمريكي إيراني، صراع بين هذه الصراع، تركيا أيضا داخلة على الخط وتريد عندها طموحات ويعني وعندها نزعة إمبراطورية كما لدى الإيرانيين كما لدى الأمريكان، هذه قوة كبرى يعني سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وبالتالي العراق هو يعني في قلب هذا الصراع، في قلب هذه المنطقة الملتهبة دائما، والآن أعتقد الصراع راح يحتدم وجهة نظري توقعات المستقبلية، لأنه الآن العراق حقيقة كما لاحظنا والتقارير الأخيرة تقول هو أكبر بلد في العالم في يعني في احتياط النفط، الآن هو ثاني بلد بالعالم يعني في يعني عفوا على مستوى الأوبك في تصدير النفط، مرشح أن يكون يزداد صادرات النفطية، الأنظار تتجه إليه خصوصا في ظل أزمة الطاقة العالمية، بالتالي أنه إحنا لاحظنا في شهر واحد الآن يدخلنا فقط 11 مليار دولار، يعني وهذا مبلغ ضخم جدا تحلم به دول على يعني ميزانية دول عديدة لمدة سنة وليس لمدة شهر، هذه الثروة الهائلة حقيقة للعراق طبعا راح تزيد أعداد الطامعين أيضا، وفي نفس الوقت للأسف أقولها للأسف ثلاث مرات القوى السياسية المحلية تهدر هذه الثروة بل تتفنن في إهدارها، ومن فصل عن الشعب بدل ما توظيف هذه الأموال في برامج تنموية، في أن تتفق هذه القوى السياسية على أنه سار على إنجازات سريعة على خدمة الناس، نلاحظ أنه هنالك سعي للأسف الشديد من قبل هذه الطبقة السياسية على تحييد هذا القطاع النفطي عن حاجات الناس وعن أوضاع البلد بصورة عامة.